فهكذا تغضي وأنت غيور ما صارم ما صارم إلا وفي شفراته نحران نحران لآل محمد المنحور خذها فسنة جدكم ما بينهم منسية وكتابكم مهجور إن تحتقر قدر العدا يا مولانا إن تحتقر قدر العدا فلربما قد قارف الذنب الجليل حقير ولو أنهم صغروا بجنبك إمة فالقى جرمهم عليك كبير ماذا صنعوا؟ هل جرم الكبير؟ غصبوا الخلافة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها مأثور والبضعة الزهراء أمك قد قضت يا مولاي والبضعة الزهراء يا أمك قد قضت قرح الفؤاد وضلعها مكسور قرح الفؤاد وضلعها الثار دنشر رايتك وظهار تدري والخبر عندك بصير الباب شتكس تدري والخبر عندك من بعد الرسول صار الحكم لعداكم وظل جدك جليس الدهر يا علي وتذكر منا وجرى وباب الزهرة جدتك بالنا وهاي قلوبنا للساعب ذيك النار تتوجه يا رب صدورنا ضاقت حسرا جور بثر حسرا عجل فرج والينا بجاه البضعة وحق الصقوط ومصا
صابا بجاه الضليع وبك مدن هالخدم من اللطم محمار ومدن من الضرب مسوى بعد فصل انه يصار بمدن الزهراء يصار بحال الزهراء يا قنفوذ ارجعها وان ابت لوعها بالسياط على متنيها فصار يلوعها بالسياط على مدنيا حتى صار في يديا كالدملوك يقول سلمان رأيتها انعطفت نحو المسجد توجهت إلى قبر رسول الله باكية منتحبة فوالله لقد رأيت حيطان المسجد قد ارتفعت فعلمت أن العذاب قد قرب بالنزول جئت إليها يا بنت رسول الله بعث أبوك رحمة فلا تكوني علي النقمة يقول سلمان التفتت إلي ابنة رسول الله قائلة يا سلمان هجموا بيتي صبار أسقطوني جنيني صبار لطموا عيني صبار كسروا ضلعي صبار أنبتوا المسمار في صدري صبار حرقوا داري صبار روعوا أبنائي صبار لكن يريدون قتل علي فما على علي صبر يا سلمان اي والله لا تلومني لها جد احزاني جناك ما تدري بالذي فعلت العد اي تحفظها مني خذاو حقي ولا راعى الوحل وهجموا علي داري وساتر ما علي والمرتضى قاعد وعبراته ينظر بعين أبابنا وجهوا النيرة لا تلومني لا تلومني ضلع الكسار بالباب قوة ما قصروا بينا يا عدم الم تتحمل جنك ما تدري بهالوغيد بياش ايش سوى يا زهراء سقطني المحسين وخلى الجسد نحت انا جسم انتحال من ضربة المسمار واللطمة تبنوني قداح الباب يدري وكل ما جرت نكبة علي ازداد وقضمت غيظي والقلب فايض بلح وويلا من عاينة حدايا
نار ملبب قايدنا وعاينت شبل الحسين يصرخ راح. سويت يا زهرة قالت غصبا علي اضمعيت خفيت متت يدم اولادي عقب فارس ويلي يا ويلي من دخلت على امير المؤمنين شيالك يوجعك هذا المجد قل له يا علي يا علي وانت تشوف يا علي وتسمع وني شقد هذا البيت عزيز شقد مؤلم تتحمل يا أبا الحسن لو من يعاتبك الزهراء وانت تشوف يا علي وتسمع ونيني والله صعب نقوله وانت تشوف يا علي وتسمع ونيني وقف على راسي ولطم خد تعب واصيح يا فضة تدركيني احمرت عيوني خرجني وصدري نعم بعد هذا اشجع شوية افجع شوية تقلي قمت للباب لكن ما علي حجاب قمت للباب لكن ما علي حجاب حسبي الرجس من لذت خلف الباب ايش سوى يا زهر قالت عصرني وكسر ضلوعي بصير الباب سقط مني جنيني وأيست مني